مشهورا بمدينة عبري، وهي أحد مدن محافظة الظاهر، وتعتبر أحد المراكز الإقليمية في غرب سلطنة عمان، وتبعد من العاصمة مسقط بنحو 279 كيلومتر. تتميز مدينة عبري بموقعها الفريد الذي يربط السلطنة بالمناطق الأخرى، وفي هذا الموقع نجد سالم العامري ينتظر قدومنا ويأخذنا إلى حمراء الدروع الذي اشتهرت بالهجن الأصيلة فصيلة الدرع. نسبة سالم العامري، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور. الهجن اللي عندكم أو البوش اللي عندكم ثلاث أنواع، اللي هي هجن إسباق وهجن تاج وهجن مزاين. نعم. وفحول. وفحول نعم. طيب عطنا السلالات اللي عندكم اللي معروفة عندكم. السلالات هذه كلها درعيات على البوش. كل هاي درعيات. نعم. طبعا الدرعي هي اللي تشتري فيها الدروع وتشتري فيها منطقة الدروع وتشتري فيها قبائل الدروع. قبائل الدروع نعم، وسباق مال بوش الدروع على اللي سبقها منها هذه من السوابق ذي. اي نعم. ما شاء الله. والحين انتاج ولا الحين انتاج؟ انتاج نعم. انتاجها اسباق. اي نعم، ابوها واولادها ملول وامها درعيه. ما شاء الله تبارك الله. نعم. طيب يا سالم، احنا مشينا من دخلنا من مزيد على عبري. نعم. على المناطق هذه اللي مرناها هجر طبعا. نعم. هجر كم كيلو من العرف لا مزيد عشان يفهم المشاهد والله تقريبا 200 200 كيلو يمكن كذا تقريبا 200. طيب المنطقة هذه بالعادة يجيها أمطار، أمطارها موسمية يعني في وقت الأمطار في الصيف ولا في الوسمي ولا في الشتاء ولا والله أزديين في الصيف الأمطار. في الصيف. نعم. طيب السنة هذه ما جاكم أمطار؟ جاتنا البارحة المطر. بالله عليك. أي نعم. ما شاء الله. بس ما شفت الأرض الخضراء. يابسة الآن، لأن يابسة الآن وايد. ناشفة الأرض. ناشفة وايد. عندكم حر صح؟ حر وايد والله، درجة الحرارة. طيب. 48-50. طيب يا سالم، الوديان هذه وش أشهر الوديان اللي عندكم هنا؟ والله أشهر الوديان هني عندهم مثل حمر الدروع. هذا وادي. وهذا في منطقة هاي حمر الدروع وفي وادي العميري. إيه. ورارين جنبنا. يمكن تقريبا 20 كيلو. طيب الوديان هذه وين اتجاهها؟ بالعادة في نجد وفي الجزيرة العربية الوديان كلها تجي من الغرب وتروح الشرق. نعم. هنا في المنطقة هذه وين الوديان تتجه؟ هذه تجي مني تروح غرب. تجي من الشرق وتروح غرب. سبحان غرب. الله العظيم. طيب الجبل اللي يمشي مع جنبنا وش اسمه؟ وين؟ الجبل. لفة الملتقى. الملتقى. ايوه. الجبل هذا اسمه؟ هذيك لفة الشيخ المرحوم علي بن هلال الله يرحمه. الله يرحمه يا رب العالمين. طيب. الحين عند قسم الانتاج. نعم، عند قسم الانتاج. طيب مواسم السباق عندكم متى؟ والله مواسم السباق من شهر 9. من شهر 9. اي نعم. في الوقت البراد. وقت البراد يبدا من شهر 9 حتى على شهر 5. الوقت هذا وقت على مقيض نسميه. مقيض. نعم. طيب في المقيض وش تسوون بالهجين السبق؟ والله السبق نقيضها على جت. تعطونها علف. وعلف. تكون على بالعلف. نعم. وتكون على وظليل. وظلال. ومن 1/9 بدا السباق مني على تاريخ 1/5. انا اشوف على الطريقه ميدان الهجين وميدان اللي كل شوي ميدان الهجين. ميدان الشيخ احمد بن مطر الدرعي. وفي ميدان وراه. وفي ميدان نوبه مال حياه المرحوم علي بن هلال الله يرحمهم يا رب العالمين. طيب يا سالم، انا اللي لاحظنا من دخلنا عمان ان الاشجار على طبيعتها، يعني ممنوع الاحتطاب، كل شيء موجود، الاشجار موجوده والخشب موجود، يعني ما ممنوع الكلام هذا، ممنوع انك تسحب البيئة. نعم، نشكر الشيوخ واجبين على هذا الشيء، يستاهلون الدروع والله، يستاهلون، وبيض الله ويوهم على هذه الوقفة الطيبة. طبعا هذا نظام في الدولة في سلطنة عمان، وهذا نظام عندهم في الدولة، كحد المسؤول ديرته. نعم. ما أحد يحتطب منها ولا أحد يخرب البيئة. ولا أحد يخرب البيئة عندهم. بيض الله. وعندهم هني مزاينة، مزاينة الشيخ أحمد بن مطار الدرعي. متى؟ تبدو من شهر 1 تقريبا. من شهر 1؟ اي نعم. ايه الله يوفقنا وياهم يا رب العالمين. سنويا الحين من 3 سنوات تقريبا. طيب الحين بناخذ لنا جوله على البوش. مرحبا. الحين عند الانتاج، ثم بنروح للسباق، ثم بنروح للفحول. من شهر 8 بت من 15/8 نقبضهم. نقبضهم خلاص وندربهم. نعم. من بعد ندخلهم في السباق. مثل ما حصل السراح يا ابو حسين. ايوه. نعم. السراح تكفى. اي بالله. السراح انا دربته وضربته. دربه النشامة ولا انت ما دربته؟ النشامة. اي بالله. من شهر 15/8 ميلادي. من 15/8 نقبضهم مني برد البراد عني. ومن شهر 8 وندربهم مني على 1/9 يدخلون في ميدان السباق. احسنت، تفضل. الهجن مهيب لك يا البايع الشاري، الهجن مهيب لك يا ما شاء الله 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 ما شاء الله. هذه ما انت بقابضينها الا بعد هذه نقبضهم من شهر 1. من شهر 1. اي صغيره، هذه صغيره. انا مصغار الحين
الصيف نحكي يعني. نعم نعم طيب. ما نحكي الشتاء. الف حلوه شوف حلها حملول. هذه الناقه لابو هم صاحان ولابو صاحان الشيبه. ايه. والحشوانه لها بنات شاهين بعيد بن علي. ما شاء الله. شاهين هذا واكد شاهين كل شاهين بن علي الدرعي نعم. ايه. بث عم انتقل ملكيتي مليونين على الشحانيه هي الشحانيه. مملكات الشيخ تميم. وهذه بكره وصلت 200 الف تحت امي بنت شهرين. صغيرة هذه؟ هذه الصغيرة الأولى؟ الأولية ما شاء الله ما شاء. طيب وش يعني وصلت 200 بالشكل هذا؟ وصلت نعم لأن يعني انتاجات على سمعة أمها بس على سمعة أمها وأبوها بس أيوة سمعة طيب أمها وأبوها. طيب المواصفات ما يعرفونها أهل الهجن؟ يعرفونها أهل الهجن. طيب مواصفات هذه مواصفات سابق؟ والله سابق وش المواصفات؟ الله هو يعلم بس, بس وش المواصفات السابقة؟ والله مواصفات تشوفها بكرة السبوق تعرفي والإنسان ما يعرفي وش تعرف هذه؟ في وش فيها منحرها وتشوفي المنحر يصير وسيع وسيع وشوية حلوة بكرة من تكون الناس رجال راع البوش وراع الشرية عرفي منحر وسيع نعم داو 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 شوف هذه اللي يقول لك اني اعرف السبوق صعبة صعبة هي بس نعم. بس هناك هناك نصيب عند الله سبحانه وتعالى الله يعلم بس اعرف الشكل واعرف الشكل من تشوف بكرة حلوة الحين الحين الهجن ما ترى ما ترغي الهجن ما ترغي ما ترغي صح يا سالم ما ب... لو تمسكها بت... ما ما تروح ترغي زي البوش الباقية لا ترغي ترغي بس ما هو برغي طويل لا لا ما غير زغم بس ايوه تزغم بس ايوه طيب الدرعية ما ت... ما ما لها مواصفات بس مسمى بس اصل هي اصل الاصل سلالة على سلالة على سلالة ترجع لقبلة الدرون ايوه مثل اهلك واهل اهلك طيب والباطني وين الباطني نعرف انك درعي وباطني و... وصيعري في باطني هلاك عند هلا الباطن عند هلا البواطن اي نعم البواطن وينهم؟ ومال هذه وينهم في البواطن ذولا؟ في الباطنة الباطنة في حدود الشرق يعني الشرق؟ ايوه ما شاء الله في ولاية ولاية الباطنة ولاية الباطنة ولاية كاملة اي نعم احسنت انه عشان نشرح عشان المشاهد يعرف الحين هذا فحل منتج؟ لا هذا بنوخ للسنة ان شاء الله السنة هذه بتجي؟ اي بتجي ابوه ايش هو؟ ابوه ولد ولد شاهين الكريلي ولد شاهين الكليلي نعم. وهم بنت حملول ما شاء الله تبارك الله بنت حملول نعم ما شاء الله هذه مال مزاينه اي ما شاء الله حق مزاينه نعم شوف 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 ما شاء الله تبارك الله حصل في حمل الدروع مرتين سابق اها وولايه المحوت مره سابق اها وحصل في الباطنه ثاني الحين ما عاد يسابق الحين الحين لا بس مال مزاينه فقط تبدو مزاينه من شهر واحد وينتجون عليه؟ ينتجون عليه نعم مفتوح لمناخ والله طيب كيف اللي يبون ينتجون عليها ويضربون عنده مسموح اي وقت يجي؟ مسموح مره من شهر 9 1 9 مفتوح. هناك يجي عندكم سراوات تدخل عليها يجي عندكم سراوات واجد ولا بيجي سرا على الفحل ولا ما في ما هناك سرا؟ لا في يبدو مناخ عنده من شهر من 1 9 يجون اهل الهجن عندهم؟ نعم عند العزبه ايوه اللي فيها فحل طيب هني موجودين كلهم من 1 9 تشوف العالم هني هذه بعيد وصل قيمه ومرض تبيع رعيته. كم وصل؟ والله وصل 300 اي نعم هذه بعير وتيها بتناسب 300 ريال ولا 300 300000 الدرهم درهم نعم عماني 30000 عماني 30000 عماني اي نعم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله تكبر نو اي نو هذه انتاج دي هاي مال انتاج مزاين ان شاء الله ما شاء الله تبارك مشترينها ب 5000 عماني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء كيف بين خليفين الدرعي وجماعته في استقبال فريق الصحراء بالتراحيب والعوائد القبلية الأصيلة وهذه عادة من عوائد القبائل العمانية عند استقبال الضيف وعندهم إذا لم تستعلم الضيف يكون فيه نقص في كرامته واستقباله الله يسلمكم الله يبقيكم مش حالكم عساكم بخير مش حالكم يا رجال الله يحييكم عساكم طيبين كيف الحال الله يعافيك الله يعافيك الله يبقيكم يا مرحبا وشاهد الله يبقيكم الشيخ سيف وخليفين درعي ونعم ونعم شيخ الديره ونعم ونعم سليمان يا مرحبا علوم 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 ابو سيف علومنا سلامتك شي علوم اولها في السعوديه نعم وفي الامارات حبينا سلاما عليكم مرحبا شوف تراثكم شوف توجيهكم الله الله مرحبا مرحبا ايش علمكم؟ سلامتك ماشي علوم حياكم الله مرحبا مرحبا وبعد الحلول يقدم للضيف عدد كبير من صحون التمر والرطب والحلوى العمانية
ويلزم صاحب البيت أن يقول الكلمة الدارجة عندهم: أهبش أهبش، أي تناول التمر والرطب. وبعد أن يتوقف الضيف من تناول التمر، تسحب الصحون بعيدا عنه وتقدم له القهوة العربية، ومن ثم الشاهي والطيب، وبعده تدور السوالف والأحاديث العامة. وعن حياتهم الماضية يتحدث الشيخ سيف: التمر اللي عندكم في ديف الدروع هنا ويش؟ والله طول عمرك انغار وفر وخنيزي وخلاص ومومعان. خلاص؟ خلاص نعم. أعطنيه من أول وش اسمه؟ فرض. فرض؟ عبود انغار. انغار؟ انغار. ويجلكت الخنيزي. وفرض. وفرض. وفرض والخلاص. والخصال. والخصال. كل خليفة ما يوده في فهمان. ما شاء الله. وش تنبت لي إذا جاء المطار أو جاء الصيف؟ الأمطار اللي هنا يعني أكثر ما تنبت لك؟ والله طول عمرك الدار حديدة وطية. فيها وايد منابيت، فيها زهرة وفيها قطب. زهرة؟ نعم، وفيها نصي وفيها جرنبو. ما شاء الله. الدار الوطية كل شيء رستوره فيها. الدار هذه بنقول حيلية، فيها السمر، فيها الثمام، فيها النجاع، فيها العلقة، وفيها وايد منابيت. الله، العلقة خاصة عن ما تلقى يقول. والنصي يخلي شن مهن مثل العصي، النصي. وجربوا نعم نخلي شرمها مثل العصي. ما اشوف هنا رعاية، وين الرعاية؟ وين الحلال؟ وين الناس؟ وين الناس اللي عندهم بوش؟ والله ما يدين الدلعي كلها عنده بوش. وين بوشهم؟ بوشنا والله هنا شرن ويضون. بوش حمر ولا جيش ولا؟ فيهن طول عمرك بنات الصيفر صفر يا برتن. بنات الصيفر؟ الصيفر اللبوليات. ايه صفر. فيهن صفر وفيهن حمر وفيهن شحم. كل نوع فيهن. بس في ناس عندهم رعاية واجد مثل 50 100؟ لا ما لا عندي. مثل 30 40 هذاك حدهن. أبوش الحين استمد لبطعام وأبوش خلوها الرغيد. الله هو. الله تستمر الأحاديث عن عوايدهم في مناسبة الأعياد ومنازلهم وعن الهجن والإبل عامة والقصائد الشعرية ورزفة الغية يشارك الجميع فيها. الله يمسيكم بالخير مشاهدينا، وصلنا وياكم في جولتنا في دولة عمان إلى قرية الدروع وليا قبائل الدروع. الله يمسيكم بالخير جميعا. مرحبا بالخير والهجر. طبعا سعدنا بشوف هالوجيه وهالنشامة وهالقبائل، حقيقة اللي وجودنا عندهم يشرفنا صراحة. طبعا معنا الشيخ سيف بن خليفين الدرعي، وكذلك محمد بن حمد بن مسلم، وسالم بن حمد بن سياف، وعدد من الأخوان اللي إن شاء الله بيجي من الميكروفون وبيقول لنا أساميهم. البداية مع أبو عبد الله. مساك الله بخير أبو عبد الله. مرحبا. أول شيء بسألك أبو عبد الله، يعني ما شاء الله ان الكرم لقيناه والترحيب لقيناه وكل شيء، كل علوم الطيبه لقيناها عندكم وعند النشام اللي شرواكم. نعم. لكن المراكي ما المجلس ما في مراكي. انت يا العمان ما تكون ولا شلون؟ ولا افضل واحد ان يبرك كذا الجلسه سنه؟ والله كل واحد هذه ساعه ترى فيها حديث. نعم. من السنه. من السنه صحيح. طيب. ما علمتني بالسالفه ذي. نعم. أنتوا على عوايدكم في البر، يوم جاء الواحد وبرك في الأرض. هذه عوايدنا في البر. اتفق على أيام حاطوط على يمنا والعصافية يسرا. نعم، خلق منزل. أيوة. انزين. ونرمس الرجال والضوء قدامنا. وكلام الجراية اللي بر أيام الداود أعتبه. وكل الرجال يقبض ربيع البر. الله. ولا بالفحيم يترن. عرفت؟ هذه عادة اللي ولجي. طيب. ودام حاويان. وفرحان وشرغان هو عندهم. إذا جاء المطر وش النبات اللي ينبت عندكم؟ هو ينبت النبت الساحل اللي يبوي بوس النصي. النصي. النصي وجرنبوه. النصي حطها على مثل العصي. مثل العصي. شو يقول؟ يقول. قال لي يا ولدي وش بوش واطر روسن. ما اللي يقول هذا؟ يقول العرابي يقول لولده. قال له يا ولدي شوف بوش واطر روسن وش لجن؟ قال له علقة. قال له خس عن ما تلقى، قال له سرهن. أخش عن ما تلقى. الله شرب.
ويوم سرى واطى نبوش شيبه ما يشوف غير هيش الناقة يوم استواطى. قال لي يا ولدي على ويش واطت الناقة؟ قال لأبوي على العراد. العراد هذا العراد اي نعم العراد اه. قال له عرد وورد. عرد يضميها اه عرد وورد وورد نعم. خلي شربل عليه يا رب خان. نعم. قال لي زين يا ابوي بتقدم تقدم. واطت الناقة راس. قال لي يا ولدي على ويش واطت راس الناقة؟ قال لأبوي نصي. قال له نبوخ ان الصي يقول لها يخلي يسلمها مثل العصي. الله الله نبوخ وجاهم سلمت العيد لقاكم العيد. وش عوايد الناس من اول؟ وايد عوايد الابوليه نهار يومي قدامي يعني يعني بكره العيد. بكره العيد الليله الليله الصبح ذبحوا عقب ما صلوا وسبوا العراسي واليران تناقلوا ذباحها يدوا عند بعضهم بعض عرفت اللي تغدوا اول الريال وخلاف النسوان يحطون لاكل سوا سوينا كل اللي يجيب اكله كل اللي يجيب اكله حطوا رجال صفايج من يوب هني على يوب الزاويه شاروا اول الريال وخلاف النسوان شي رازفه شي شيء شي غيه وراك ظلم الدين غيه وراك ظلم الدين وراك ظل الهجن الهجن نعم مدي اول الغيه الرزفه الرزفه زين. طيب وش القصايد حقت الغيه ويش يوم يركبون ابوش؟ لا ركبوا ابوش قال يا اخوي قلبي وصلنا شوف الذلايم في المدان كل من ركبني يفرحن ينطب والله الحرب وحزاهن الاهل وما حاول الرجال يركضن وبس هذه خرفت الله. من اللي بيتكلمك من الربع؟ عطنا الاسم الله يطول عمرك. سالم بن حمد الدرعي. ايوه نعم سكر بالميكروفون سالم. نعم سالم بن حمد بن سيف الدرعي. ايوه نعم يا سالم. الحمد لله انتم شرفتونا جزاكم الله خير ويتونا منطقه هذه منطقه العرف. نعم العرف هذه معروفه الناس كلهم يعرفونها من تجاه الشرق من صلاله من الغرب على السعوديه هذه موسطه في عمان. نعم الخطوط كلها ماسكتنهن هي في الجيش هناك الدرعي وهناك الصيعري وهناك الباطني وهناك طبعا منطقتكم اشتهرت بالجيش لكن الدروع الدروع ذيلا عندهم اقوى سلاله لصيفر. نعم لصيفر لصيفر درعيه درعيه. نعم الدرعيه هذه يقول الشاعر يقول تضعضع لصيفر يوم مر العرب مركوب تضعضع طير النسع صيته منه وندخر لسيمر لين يبديل هالموجوب ولمن بدا نب المناعير ما حنه. جزاك الله خير جزاك الله خير. الحمد لله هذه الصيفر تراها عند الدروع وقبائل ما ينهام بهم بقايل كلها قبائل عندهم ابل والسلالة هي معروفة. نعم الزين كلها العرب الدولة صحيح من غربها وشرقها لكن الدرعية هذه معروفة من هنا الدور عند قبائل مشهورة 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 الدرعية. نعم وانتوا سامعين عنها وقبائل كلها سامع عنها أكيد. طيب هناك رعاية واجد أكثر أكبر يعني أكثر حلال عند الدروع. أي عند الدروع الدروع في اتجاه عندهم وطأ وفي اتجاه حير. اتجاه الوطأ أكثر اللبل فيه. كم تجي عندهم الواحد؟ كم والله الواحد في الوقت الأولي وين في العصر للحين؟ ما بكل واحد من 40 على 50 حلو على 30 على 25 لو جينا الوطأ ذا في الربيع بنشوف بنشوف الرعاية بتشوف الرعاية الوطاء كل ما تواطى شوي أكثر زاد اللبل فيه. الوطاء هاد راهنا الوطاء على اتجاه يمين اليمين. الحين الوديانة الوديانة اللي عندكم ذي هي تجي من الغرب ولا تجي من الشرق؟ لا لا تجي من الشرق من الشرق وتروح غرب. من الشرق وتروح سبحان الله العظيم. الوديانة اللي عندنا في نجد كلها تجي من الشرق شوف الغرب. حن عند لا صبر حن هذه المنطقة اللي فيها كي عندنا ينوب هذا الدروع عندهم أم السميم تسمى منطقة أم السميم. أم السميم هذه أم السميم تكمل الماي كله. وش السميم؟ هذه أم السميم صبخة. إيه صباح. أنت أيوة. أنت شوف خذ المعلومة من عندي. حلو. تراك إنك أنت تتكلم عندنا. نعم. عندما ابتلت جيت أنت وطيت سواين بريلك ولا سواين ببل ولا بموتر في العصر هذا المعاصر. هذا يطلع أنت عندما تدوس في الأرض الأرض طلعت ماء وانقعت من وراك. أعوذ بالله. رحت. هذا في الربع الخالي. في الربع الخالي. أم السميم. معروفة أم السميم. منطقة كبيرة. منطقة كبيرة النصارى ما قدروا يقزونها إلا بطائرة. ما يمشون معه. لا 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 ما حد يقدر يمشي ولا حد يجي هذه ولا حد يجي. وين هي موقع هذه؟ وين تجاه موقع مني يمكن 170 كيلو 100 حدود 200 شرق ولا غرب ولا جنوب؟ غرب غرب غرب
قد حصل في هذا؟ كان حصل يتبعون أغنام حوالي يمكن الله يعلم 20 رأس 40 الله يعلم أكثر قل ما عندي فيهم بالحصي لكن يتبعونهن علين شافوا الماء يقصون ثاريهن ويتبعونهن شافوا الماء يوم طلع هيش هيش بين باقي منهن وبرهن من فوق الله أكبر واللي بقايا كله ماء لكن الله تعالى مسوي له حياز وش الحياز؟ الحياز انقطع الشير لا انقطع الشجر خلاص هذه الشيار انقطع معروفة اللي انقطع الشير خلاص لا تروح لا, لا, لا تياوزه لا تروي لا لن تياوزته انت عاد رحت ومعروف الصيد اللي موجود في الأرض أول ما يود الظبي الظبي ما يود الأرنب الظبي نوع واحد عندكم ولا كم لا اثنين ويش واحد يسمونه ريم الريم الريم والظبي والدمي ودماني اللي هو الظبي دماني يوم ينزلون في القيض في القيض إيه؟ إن كان الماي هذا الماي متوفر في في البير إيه؟ هذا اللي بيهونه ثلاث بيوت إيه؟ وإن كان هذا المورد ما خاف اليوم بتويها أنت معروف فرزة هذي فرزة إيه نعم. تسمع وأنا بغب إيه؟ واليوم الثاني بويه الشيخ سيف والثالث بويه محمد نعم مثل ما تقول على على كثر الحوار اي سلام متى يرد الحلال عندكم من اول غب يومين احنا عندنا غب يومين والثالث نويه نبغى لنا تغروده جبت لها تغروده طول عمرك عند الشيخ سيف بنا عزم لدن سوى يوري بنا عزم لدن سوى يوري فيد تنفيها عدي مولي يولي فيد تنفيها عدي مولي يولي الله الله باتبنا عزم اليدين سوادي وش هو علمنا بالقصيدة وش يقول باتبنا قال عزم اليدين سوادي فيد فيها عدي ملياري الله الله يده ما فيها ماء عطنا الاسم من كامل نبدأ محمد بن حادل مسلم الدرعي ايوه نعم يا محمد ورحبكم الله يطول عمرك ويرحمك من سرت ولا نيت ويا مرحبا بكم في داركم ثانية هذه الله يطول عمرك راشد مكتوم الدرعي ونعم يا راشد يا مرحبا من حالك ان شاء الله من العرف ولا من حمر لا من عويثية قريب من العرف ما بعيد قريب اي نعم ينو بالعرف قرية نعم سمعت كلامكم وشرفتونا الله يطول عمرك ويسلم عمرك طويل سمعت كلام الربع وش عندك إضافة عليه والله ما شيء كلامهم طيب ويجزاهم الله خير ومشكورين صراحة تسلم الله يسلمك ان شاء الله ثابت بن ذيبان الدرعي اي ونعم ونعم بحالك اي عطنا قصايدكم هذه ابيات يقول يا الله يلي لك لقينا يا عالم من الغيب والظن انك على الخير تهدينا الهنا لك فضلنا ومن بعد ذكر الله بدينا نبدا بقاف نصيته يرن مدح القبيله يعنينا معنه نتهاون ومعن نصوغ قاف مايلينا ونزيدها طننا على طن الدرع المدح في الدرع يبينا تاريخنا سجل ودون دخيلنا ما يستهينا في ضفنا يهنا ويا من والضيف له ما في يدينا ذروة قعود وهيلن وبن كفو والضيف له ما في يدينا ذروة قعود وهيلن وبن وكل ما بغى منا اعطينا في يدينا له ترخية المن ولا شك والعلم ليقينا كل القبائل صيد حيرن وردوا معي سامعينا عسى الوطن بالخير يا من وسلام امين 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 بيض الله وجهك بيض الله وجهك سيف بن سالم بن حماد الدرعي من منطقه العرف مرحبا يا سيف نشكركم على ييتكم في الدار هذه الله يحييك وطول عمرك يا مرحبا ما بعد جاكم قنوات هنا لا ما شيء ما جاكم ولا قناه لا بس هذا في ميادين مال الرئيس لا قصدي عند الهجر والقرى والصحراء ما جاكم لا ما حد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ناصر بن محمد معي في الدرعي ونعم يا ناصر إضافة ماشي الحمد لله محافظين حنا وهذا الرجال عندنا هنا عزب ركض تخصصنا في مجال الهجن فركض. الله يوفقكم يا رب العالمين ما هي غريبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بكم والله شرفتونا الله يطول شرفنا الله يطول أضافة على كلام الشيخ سيف وكلام سالم بن حمد الحمد لله نحن أول عشنا شوية بدون كرهبة يعني لحقنا شوية على صحيح على الزمن الأولي بس يعني ما مشقة نفس أهلنا نعم طيب تطور شوية بس بدون كهرباء الحمد لله بدأت الدولة شوي بقيادة السلطان تتطور الحمد لله أول ما كان شوارع والحين شوارع ومدارس الحمد لله متوفرة
ونحن من هني من منطقة عويفية، مراكز صحية وكل شيء الحمد لله. الحمد لله. والحمد لله الحين عايشين عيشة هنية الحمد لله رب العالمين. قيادة السلطان والله يحفظ الخليج كامل. آمين. ونشكركم على الزيارة وبيض الله وجهكم. سليمان بن سالم. سليمان ونعم يا سليمان. يا مرحبا سالم. عندك إضافة يا سليمان؟ ماشي إضافة طال عمرك. عاط اللي دونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وما سلام. سليب بن عامر الجنيبي. هذا اللي زين عصبتي الربع. إيه نعم هو. والله بعد كلام الشيبان ما عندنا شيء إضافة. الله يحفظك. ونشكركم وجزاكم الله خير على زيارتنا هني. تسلم تسلم. ثاني سلطنة عمان. تسلم. ويا مرحبا بكم. عاط عاط عمي. بسم الله. عمي أبي أسألك من حاجة. تفضل. إذا جاك واحد وسمى عليك ولده عندكم. سمى ولدك؟ إيه. جاء علي ولد وسميت عليك وأنا ما يمن الدروع أنا من برا. وش حل عنها؟ ها؟ بيقعد لزين. وش ما فيها شيء؟ أدري ما فيها شيء بس وش بتسوي لي؟ وش بتعطيني وش بتعطي الولد وش؟ بنحله بكاك. أنا أبغى السلم الأول أبغى السلم الأول. شوف. ها؟ سلت بنحله كان عندي شيء بنحله ما عندي شيء بدعو له إن شاء الله يكون صالح. أحسن. صالح الله. وش بسوي يعني وش بعطي؟ جزاك الله خير. أنتوا عايشين في الدلة هذه قبل ذي كلها؟ أول عايشين هني في الدار هذه. يجيكم الحر هذا ولا ما؟ من الحر ونصوم قيض. قيض حمراء قيض ونصوم صبام من ججل حتى سمرة. سبحان الله العظيم. ما شاء الله. وكلهم لاحق شيء في حيدة. الله. أي والله. ونصوم علينا عاد الحين عاد الحمد لله كل شيء توفر كارها بتوفر. الحمد لله شكرا. كل شيء توفر. والله صوم قيض باشا. يا ربي لها الحمد. أعط عمي. هذه أمسية. أعطنا حقة الزعفران. لا اللي شر اللي جاء في راس اللي هبت عليه كوس. ايه. اي وش يقول؟ يقول حي بكوس البرادي ذكرت قلبي مطاليب. اللي يقول من هو؟ يقول محمد على الخرمه الحي فيه. اي وين جا فيه؟ لا غايب ميت هو. اللي ابونا حضره وكرطب وياه شاعر وراح يوم بات شرقي عويفيه كوس. وفلح به. قال مرحبا بكوس البرادي ذكرت قلبي مطاليب. الله الله. طالب لله يا العالي لي طلب ربه ثيبه ونهمتي من موت الاشناع يا العمر وقف سابيبه. الله الله. وش لبت؟ طيب سلمت ما قلت. طيب نبغى لنا غيه الحين. غيه يلا. دلهيه وين نومي حرامي نامت الدلهيه. سلمتوا انتم بيض الله ويه الحمد لله انت وش الا الله يابكم المنطقه هذه احنا حيد انكم جيتوا على رحله انتوا جيتوا زايرين منطقه انتوا جيتوا هش الهدف من وصولكم من عندنا بنعلمك ان طال عمرك استعلمونا الجماعه يوم جينا استعلمونا واعطيناهم علمهم لكن الناس اللي جاءوا مثلك ما سمعوا ما سمعوا احنا علومنا عفاكم خدمه الاخويانا احنا جايين من السعوديه
يا حيب يا مرحبا يا مرحبكم بجو... يا الله يبقيكم بجوله يا الله يطول عمرك ويسلم بجوله على الامارات على عمان حتى صلاله. طبعا الهدف من هالجوله هي اظهار مثل الالوان اللي سمعتوا والسوالف اللي نشدناكم منها والمناطق والاثار والعرب والشمع. احنا عايشين في الوقت هذا في عيشه ما عاشها الانبياء. الانبياء ما عاشوا في عيشتها. الحمد لله رب العالمين. ترى صحيح يا جماعه. الحمد لله. ف يعني بعض الشباب الحين طالع يشكر الانسان يشكر الله تعالى اول يشكر الله تعالى. الحمد لله. الناس الشباب اللي طالعين ذا الحين ما يدرون وش اللي حاصل قبل. اسمهم مكيف. صح. وتلفزيون سياره فيها مكيف والغرفه فيها مكيف وكلها مكيف. الهدف ايصال يعني ربط الحاضر بالماضي بالماضي وش ابواننا وجداننا وش اللي جاهم وش كانت المناطق وش كانت الديار. احنا للاسف الشديد انه ما يكتب تاريخنا الا ناس جايين من برا يجي مثل مبارك بلندن ومثل اللي جاوا وهم لهم اهداف. احنا ما لنا اهداف. هدفنا ان ننقل تراثنا نربط الحاضر بالماضي ناخذ قصايدكم وناخذ الوانكم وناخذ سوالفكم وناخذ المراتع واسم الديار واسم يشوفونها يشوفها السعودي يشوفها المغربي يشوفها المصري يشوفها الكويتي يشوف هو في محله يشوف عمان وش اللي حاصل فيه. طبعا ان عوايدنا سوا وكلنا قبائل بعضنا من بعض ديننا واحد وربنا واحد وحكامنا طائعينهم ولنا باعة عندهم الحمد لله والحمد لله الحمد لله يشكرت ولجدك هذه علوم نشكر الله الحمد لله على اللمن واللمان يا ربي لله. انتوا خبرونا وش اللي هناك عندكم بداه انتوا عندكم هناك ويش في السعودية. عندنا كل علم طيب وياكم عندنا كل شيء موجود البدو على حالهم عند حلالهم وعند بوشهم وعند واللي في القرى في القرى ولكن الناس الحين اصبحوا كلهم اهل حضاره مدن اهل حضاره مدن واصبحوا عندنا اللي برا عندهم مثل اللي في المدن كرفانات وشاليهات ونعمه من الله ما بعد يحلمون بها الحمد لله يا ربي لله الحمد والشكر. الله يمن وطننا اللهم لك الحمد ويحفظنا حكامنا امين ويحفظنا جيوشنا ويحفظ لنا شعبنا الغالي آمين شعبنا اللي محافظ على عاداته وعلى اصالته وعلى دينه الله يحفظهم يا رب. احنا نرحبكم ببلدكم الثانيه احنا نرحبكم ونشرفكم بوصولكم عندنا ونرحبكم الله يسعدتونا بهال الغيات وهالسوالف والله اي والله يشهد الله والله شاهد الله ان من فرحنا رجال يوم بتونا وزرتونا وقدرتونا الله يطول عمرك فرحناكم من عنيتوا وعلينيتوا الله يطول عمرك ويسلم. تفضلوا انتوا ضيوف وحن بس انها ضيوف نعم ما انظر عندهم اول البدايه عند الضيوف انه وياكم سوا اسمع لحن احنا نسوي لكن احنا هذا ما ذهبنا هذا سنتنا مره شباب يوصلونكم يلا تفضل. وبعد هذا اللون تقدم الكرامه من الابل والغنم وعاده ذبائح العمانيين من صغار الابل وتيوس الماعز وعلى الضيف ان يقوم بفك راس الذبيحه وتوزيعه على الصحن وهذه عادة معروفة وإذا لم يقوم الضيف بفك الرأس يكون فيه تقصير من صاحب المحل في كرامة الضيف وقد يقوم بذبح ذبيحة أخرى لإكمال النقص الذي حصل بدون قصد ويكون المبيت في هذه القرية. طبعا من عوايد الجماعات ذولا والقبائل هنا الضيف يجلس لوحده احنا أجبرناه من المعروف ما أدري والله ما اللي بيجي معنا الله.